الطابع الرعوي لولاية الجلفة جعل من نشاطها الرئيسي تربية الماشية، إذ تحتوي على مليوني رأس من الغنم، غير أن الجفاف الذي عصف بمناطق عديدة من الولاية أدى إلى تقلص مساحات الكلأ وزوالها، الأمر الذي جعل الموال في رحلة بحث عن الأعلاف. التعاونية متوفرين موفرين كل الإجراءات، قاع الإجراءات القانونية قاع يديروا فيها ومسهلين الأمور هما، ولكن الحصة تاع الحبوب عندهم تبعث هي الغرفة ناقصة شوية. الموال راه يلزموا، مش لازموا 20 قنطار مثلا تكفيه، عندهم 100 شاة يعطيها 200 شاة يعطيها 20 قنطار 10 قناط في المية، ما تكفيهش دي، لازموا الأقل يعطيه 30 قنطار في المية. معاناة كبيرة يعيشها مربو الماشية جراء تقلص مساحات الرعي بسبب الجفاف ونقص الأعلاف، ما دفع بالمصالح الفلاحية المحلية إلى اتخاذ إجراءات استعجالية. عملية التوزيع يوميا الحمد لله احنا بدينا في 18 جانفي، بدينا بدائرة الجلفة وإن شاء الله غدوة نكملوا دائرة الجلفة، رانا موزعين ما يفوق 25200 قنطار إلى دائرة الجلفة وحدها، ومن بعد نتجاوزوا إلى دائرة واحدة أخرى وفق الرزنامة المسجلة أو المسطرة من طرف اللجنة الولائية. اليوم رانا نراقبوا احنا في الموالين في المهام تاعهم إن شاء الله باش نوفروا الأعلاف إن شاء الله. عندنا إحصائيات نهار اللي بدينا لوبيراسيون كما فيما يخص النخالة اللي عطاوها لنا الدياسة باش نسربوا الموالين، كما اليوم رانا عندنا سربينا 1152 موال اللي استفاد من مادة النخالة المدعمة. الإجراءات التي باشرتها السلطات العمومية لكسر المضاربة في السوق السوداء للأعلاف استحسنها الفلاحون، غير أن غياب حلول بديلة كان له انعكاسات سلبية على الموالين بسبب الجفاف المسجل.